تحت إشراف السلطات المحلية تم تنظيم دورة رياضية في كرة القدم تضم 24 فريق، تمتد طيلة شهر كامل لتتزامن مع مجازر 8 ماي 1945، حيث أن المباراة الافتتاحية جمعت بين قدماء لاعبي وفاق سطيف وفريق حي طنجة. عرفت هذه المباراة إقبالاً كبيراً من طرف الجماهير التي قامت بالتشجيع المستمر للفرق. قدماء لاعبي وفاق سطيف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بضيوفنا الكرام من قدامى لاعبين من أسرة إعلامية من جميع الحضور في هذه التظاهرة التي نظمناها كدورة رياضية في كرة القدم بمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي 1945، ونظمناها في هذه المنطقة بالذات التي تعتبر منطقة ثورية بأتم معنى الكلمة. نظمنا دورة كروية تضم 24 فريق من جميع مناطق البلدية والمناطق المجاورة، أو بالأحرى من كل مناطق ولاية سطيف. ولهذا نظمنا في هذا اليوم بالذات مباراة افتتاحية استعراضية بين قدامى نجوم وفاق سطيف وفريق حي طنجة. كما ستكون البداية الفعلية لهذه الدورة 7 ماي 2022، كما قلنا بحضور 24 فريق من جميع المناطق ولاية سطيف. ولهذا نتمنى أن تسودها الروح الرياضية وتسودها الجدية وتسودها الانضباط، وبربي إن شاء الله ربي يوفقنا. نشكر ناس حي طنجة ببلدية عموشة على هذه المبادرة اللي قاموا بلم الشمل لاعبين اللي قدموا للكرة الجزائرية في سبيل المثال لاعبين وفاق سطيف من أجل إجراء مقابلة استعراضية. واللاعبين يعني لباو، لاعبين سابقين هذم لباو الدعوه وبارك الله فيهم. ونشكرك والشكر موصول لخونا سالم والجماعه اللي راهي معاه اللي راهي قايمه بهذا. نشكر ناس هذا المدينه المضيافه طنجه اللي نشكروا على راسها سي سالم خونا، دائما يعني يتفكرنا بهذا العرضات هذو بهذه الحفلات هذو الدورات الرياضيه. ومشكور على هذه المبادرات اللي راه يقوم بها،
وان شاء الله تفوت على في روح رياضيه، وان شاء الله نفرحوا الغاشي اللي جاي يتفرجنا. ومرسي بوكو على الدعوه. حاجه نشكروا ناس عموشه على هذه الاستضافه، وناس طنجة اللي راح نديروا كما نقولوا تورنوا كبير، وراح نشاركوا فيه فرق كبيره. ان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله، وحاجه مليحه، وراح تكون فيها تقريبا شهر ولا على ما ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. ناس طنجة اللي كريوا هذه الحصه هذه اللي راكم تشوفوا فيها، الله يبارك لكم تشوفوا الاولاد اللي هنا بمناسبه 8 ماي 45. ان شاء الله تكون دوره مشرفه للناس هذو، وتكون دوره فيها تعارف بين الجماعه اللي هنا. ان شاء الله يكونوا في حسن الظن الجماعه اللي ناس طنجة هذو، وان شاء الله ربي يوفقهم ويعاونهم في مقابلات جايين ان شاء الله. اليوم قمنا بمبادره وهي دوره رياضيه بين ابناء المنطقه وبحضور لاعبين وفاق سطيف القدماء. نظمنا هذا الدوره على الاقل يكون الشباب تاعنا يكون يحتك بيناتهم وبين المناطق المجاوره. مرحبا بكم هنا في قريتنا بمناسبه الدوره 8 ماي 45 الذي نظموها نادي الهواة طنجة مع فريق شباب طنجة مع فريق قدماء سطيف. ونشكر الحضور الجمهور الكثيف والتنظيم المحكم. كل التوفيق للفرق المشاركة في هذه الدورة الرياضية.